بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله شرح المحاضرة العاشرة من الفصل السادس من مقرر ماث 158. كنا المحاضرات اللي فاتت اتعلمنا عمليات الشيفتنج والسكيلينج اللي بتحصل على الجراف. هنشوف الآن مثال بيقول لي ماتش اتش جراف تو وان اوف ذا فولوينج فانكشنز. أول جراف عندي واي ايكوال ابسوليوت اكس بلس 2. سامحونا إن احنا هنحلها ان ديتيلز، يعني مش هنعتمد إن احنا نعمل ماتشنج وخلاص. لما بقول واي ايكوال ابسوليوت اكس بلس 2، أول حاجة هبتدي بالبيزك فانكشن اللي هي ابسوليوت اكس. طيب النقطة دي كام وكام؟ صفر وصفر. عملت كل الفانكشن بلس 2، يبقى أنا بأد مع الإيه؟ مع الواي، يبقى بدل ما هي صفر وصفر تبقى صفر واتنين. طب يا ترى فين الفانكشن اللي هي دي؟ ايوه، يبقى اكيد a دي a هتبقى هي نمبر 4، يبقى a هعمل لها ماتشنج ل 4. واضح؟ طيب نشوف اللي بعديها. نيجاتيف اكس بلس 2 سكوير. نرسم ازاي؟ اهمل اي اشاره واي كونستانت، يعني ابتدي بالبيزك فانكشن اللي هي y ايكوال x سكوير. ادي الواي بتساوي اكس سكوير. طيب بلس 2، طالما بلس 2 يبقى انت بتتعمل هوريزونتال شيفت، ادام 2 يبقى ليفت، صح؟ يبقى بدل ما البوينت دي صفر وصفر، لا البوينت دي هتبقى سالب 2 وصفر، صح؟ هتبقى هنا. واضح كده؟ الهوريزونتال شيفت بيأثر على الاكس بس، مش بيأثر على الواي، لان البوينت دي في الاول كانت صفر وصفر. بعد كده كل الفانكشن ضربتها في سالب، كل الفانكشن ضربتها في سالب، يبقى عملنا ايه؟ يبقى عملنا ريفليكشن اباوت ايه؟ اباوت الاكس اكس، يبقى هي البوينت دي، وهنا طبعا نيجاتيف 2 و0. يبقى الاول حاجه عملنا هوريزونتال شيفت مقدار 2 يونتس، وبعد كده عملنا ريفليكشن اباوت الاكس اكس. يبقى البي هتروح مع 3، البي هتروح مع 3. طيب واي ايكوال خلينا نشيل دوت الاول. y equal negative absolute x plus 2 نفس الكلام، y equal negative absolute x plus 2. الاول اقول y equal absolute x، ادي absolute x. طيب negative absolute x يبقى reflection، وبعد كده كلها plus 2، كلها plus 2، يبقى نطلعها فوق كده plus 2. البوينت دي كانت صفر وصفر، البوينت دي هتبقى كام وكام؟ صفر واتنين. يبقى نيجاتيف اكس او نيجاتيف ابسولوت اكس بلس 2 اللي هي سي هتبقى ماتشنج مع 2. اخر واحده طبعا اكيد هي هتبقى ماتشنج مع 1 اللي هي نيجاتيف اكس سكوير بلس 2. اهي هتبقى الاول هنرسم واي ايكوال اكس سكوير، وبعد كده نعمل لها ريفليكشن، وبعد كده نعمل لها 2 يونت اب، هتبقى فعلا دي. بعد كده كنا اتكلمنا على الافرج ريت اوف تشينج، وقلنا بالنسبه لللينير فانكشن اللي هي في الصوره اي اكس بلس بي، اذا كان الافرج ريت اوف تشينج بالنيجاتيف، او احنا بنقول ان السلوب بالنيجاتيف، ده بيعبر عن السلوب او بيعبر عن الديكريزنج لللينير فانكشن. لو كان الافرج ريت اوف تشينج او هو السلوب كان بالبوزيتيف، يبقى بنقول ان الفانكشن دي بتكون انكريزنج. لو كان بزيرو، يبقى بنعرف او بنفهم ان الفانكشن دي بتكون كونستانت. فبالتالي في الانكريزنج والديكريزنج لللينير فانكشن، اذا كانت الام جريتر ذان 0 يبقى ده انكريزنج السلوب او الافرج ريت اوف تشينج. لو كانت الام سمولر ذان 0 يعني نيجاتيف، يبقى الفانكشن ديكريزنج. اذا كان السلوب بزيرو يبقى الفانكشن كونستانت. فور اكزامبل determine whether the following function are increasing, decreasing or a constant. هو بيقول لي f of x equal 5x، طالما السلوب بوزيتيف، السلوب هو ايه؟ هو كوفيشنت الاكس. فطالما كوفيشنت الاكس اللي هو بوزيتيف، يبقى الفانكشن دي انكريز. اذا كان كوفيشنت الاكس بالنيجاتيف، يبقى الفانكشن ديكريز. اذا كان كوفيشنت الاكس 0 يعني السلوب 0، يبقى الفانكشن دي كونستانت. طيب هنا في مثال اخر مديني فانكشن f of x equal 5x minus 4، والمطلوب ان احنا نطلع السلوب and y intercept. السلوب هو coefficient. طيب بالنسبه للمثال الاخير، عندي هنا linear function f of x equal 5x minus 4، المطلوب ان احنا نطلع السلوب and y intercept. السلوب هو coefficient x، فبالتالي السلوب هنا 5 والسلوب هنا positive، يبقى الفانكشن increasing. عشان نطلع ال y intercept، فانا بخلي ال x ب 0، يبقى ال y intercept equal نيجاتيف 4. هنستخدم السلوب والواي انترسبت عشان ارسم
اللينير فانكشن. انا هنا عندي البوينت الاولانيه عندي 0 ونيجاتيف 4 وعندي السلوب بوزيتيف ب 5. البوينت دي هتبقى 4 اوفر 5 وطبعا الانترسكشن مع اكس اكسس هيبقى كام؟ هيبقى 0 بالنسبه للواي. يبقى الانترسكشن مع اكس اكسس هيبقى 4 على 5 وايه؟ و0. ده طبعا ده الجراف اللي هو واي ايكوال 5 اكس ماينس 4. Determine the average rate of a change. The average rate of a change of the function here 5 هو السلوب. وطالما السلوب positive يبقى الفانكشن increasing. طيب لو كان negative يبقى الفانكشن decreasing. لو 0 يبقى الفانكشن constant. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.